مؤمنين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين أميرهم، وتوحد بكفايتهم وأنهم، وأعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله، وعرفهم ما يجهلون، وعلمهم ما لا يعلمون، وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله، وأنسهم عند لقائهم العدو، ذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم، ولوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف الثمر، حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار، ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم، واقلم عنهم أظفارهم، وفرق بينهم وبين أسلحتهم، واخلع وثائق أفئدتهم، وباعد بينهم وبين أزودتهم، وحيرهم في سبلهم، وظللهم عن وجههم، واقطع عنهم المدد، وانقص منهم العدد، واملأ أفئدتهم الرعب، واقبض أيديهم عن البسط، واخزم ألسنتهم عن النطق، وشرد بهم من خلفهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم، ويبس أصلاب رجالهم، واقطع نسل دوابهم وأنعامهم، لا تأذن لسمائهم في قطر، ولا لأرضهم في نبات. اللهم
وقوي بذلك محال أهل الإسلام، وحصن به ديارهم، وثمر به أموالهم، وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك، وعن منابذتهم للخلوة بذلك، حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك، ولا تعفر لأحد منهم جبهة، ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم اغز بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين، وأمددهم بملائكة من عندك مردفين، حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرى، أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم وأعمم بذلك أعداءك في أقطار البلاد من الهند والروم والترك والخزر والحبشي والنوبة والزنج والسقالبة والديالمة وسائر أمم الشرك الذين تخفى أسماءهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم أشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم، وثبطهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمانة، وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك، كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم، وتحصد به شوكتهم، وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء، وأطعمتهم بالأدواء، وارم بلادهم بالخسوف، وألح عليها بالقذوف، وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أحص أرضك، وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم. Bye.
فلقه اليسرى وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط واطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية واصحبه السلام واعف عن الجبن واعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فلقهم فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فآجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوة أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات
مشرفتان فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.